كيف تصبح لاجئ في 5 خطوات؟ عزيزي المتقدم بطلب اللجوء، اذا مفكر حالك فايت على طمع تكسب لك كم شادر وكم بطانية وتجي وتلاقي خيمتك جاهزة فغيرها كان اشطر. الخطوة الاولى، لازم تكون تابع لشاويش، يعني الموضوع منظم ما في عشوائية، والشاويش هو الذي بيستأجر الارض وبيأجرك اياها وبصير مسؤول عنك وعن كل الخيام اللي عنده بالارض، وعلى حسب كم متر بدك، يعني في عندك من $50 وانت طالع. الخطوة الثانية، اشتري شوادر غير مخصصة للبيع، وحصرا لازم يكون عليها علامة اليو ان، شنو هاي العلامة المميزة تبع اللجوء. الخطوة الثالثة، اشتري شوية خشب ولوازم الخيمة، وهاي العملية بتكلفك من 1000 ل 1500 دولار حسب الرفاهية اللي بدك اياها بقلب الخيمة. وانتبه، الموضوع بده تضحية، صحيح خيمة بالصيف حريق وبالشتي غريق، بس بالنهاية رح تصير لاجئ قد الدنيا. واهم شيء اهم شيء تسمع كلمة عمك الشاويش ويكون عندك وفاء له، يعني اذا قال لك بدك تشتغل معي، عنا ارض بدنا نزرعها، عنا ارض بدنا نفلحها، بدك تشتغل حتى لو ببلاش. شاويش هذا يا زلمة مو حيث ما، بعدين ما تقعد بتوصلك المساعدات. ها، وانا حذرتك، اذا حسيت بصعوبة بشي مرحلة من مراحل اللجوء، في اخواتك السوريين صار عندهم خبرة، فيك تروح لعندهم وتسألهم.